فخر الثراء مع أول وحش في التيرا تاور اللي هو تيرا تور 2200 واللون حقه أصفر. زين طبعا مثل ما انتم شايفين بدينا المعركة. طبعا كل ال ال اللي عندنا شو اسمه المليان المعارك كلها راح تبتدي كذا. فهذا من حسن حظنا نحاول نخرج منه. وطبعا في ضربات قوية طبعا ممكن عطى نفسه طاقة سوح. ما عنده لا كابسول مسكين فلازم احنا نضربه كم ضربة على اساس نسرق منه. اوكي وين اوكي شوف نس يلا اوكي. طبعا ممكن تضرب ضربات سحرية ضربات ملونة اللي لونها اخضر لكن ممكن انك لان عندنا الاسلحة الاسطورية عندنا الفريق على قولتهم خطرنا عليه. هذا اول واحد في التيرا تاور ممكن تسرق منه ايرث كويك طبعا اذا طولت معاه. ممكن تراب تسوي تراب حق ايرث كويك وممكن تسرق منه اليورو بروش. ما ترقت عادي ما في مشكلة ونشوفكم في مقاطع ثانية بإذن الله.